وسهلا بكم في هذه الحلقة المميزة مع كلمة جديدة، كلمة بالانس. بالانس، هيا نتعلم استخداماتها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، هذا مهم جدا، تفعيل زر الجرس للحصول على جميع الدروس مباشرة حين نشرها. سوف يصل لك إشعار في الإيميل بأن هناك درس جديد، لذا اشترك وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها. كلمة بالانس تأتي بمعنى توازن، ميزان، رصيد في الحساب أو تعادل. بالانس، بالانس. كيف نستخدم كلمة بالانس؟ The way to some kind of peace، الطريق إلى نوع من السلام، peace، سلام. The way، الطريق، to some kind، إلى نوع من السلام، of peace، and personal، personal balance، والتوازن الشخصي، personal balance، التوازن الشخصي. إذن خلينا نقرأها معا أنا وأنت الآن. The way to some kind of peace and personal balance. ممتاز، كررها الآن 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح بشكل جيد، واكتبها في كراسك أيضا حتى تستعد إلى الاختبار يوم السبت القادم. The way to some kind of peace and personal balance. مثال ثاني. The balance of the weekend. The balance of the weekend went well. ذهب توازن عطلة نهاية الأسبوع بشكل جيد. Went well. بشكل جيد. The balance of the weekend. The balance of the weekend. توازن الأسبوع. Went well. ذهب بشكل جيد. After، بعد، a slow start، a slow start، slow بطيء، start بداية، بعد بداية بطيئة. إذن خلينا نقرأها معا. The balance of the weekend went well after a slow start. The balance of the weekend went well after a slow start. ممتاز، الآن قرأناها بالطريقة الصحيحة. خلينا نأخذ أهم المرادفات لكلمة balance. scales، scales. equation، equation. poise، poise. اتزان. إذن كلمة balance استخدمها الآن في جملة واكتبها في التعليق أسفل هذا الفيديو. استخدم كلمة balance في جملة. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في الدرس القادم 112 مع كلمة جديدة، كلمة بيك، سوف نشرحها بالتفصيل أيضا. ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصلوا على جميع الدروس، وشاركوا هذا الفيديو أيضا لجميع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، فإن هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع مجانا. شكرا لكم وإلى اللقاء قريبا.